السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة، معاكم أخوكم كويت آيفون. اليوم إن شاء الله والحين راح أتكلم عن طريقة شلون نسوي داونجريد حق الفيرجن أو نسوي أبجريد حق فيرجن معين موجود عندنا. طبعا مثل ما احنا عارفين الحين في أبديت نزل اللي هو 4.3.4، وبعده تقريبا بأيام نزل 4.3.5. الفيرجنين هذين موجود عليهم الجيل بريك. طبعا الطريقة هذه الداونجريد والأبجريد حق اللي يبي يسوي الجيل بريك أو اللي يبي ينزل الجيل بريك على جهازه. بالنسبة حق الفيرجن 4.3.4 واللي يبي ينزله إلى 4.3.3 أو الفيرجن ماله 4.2 أو 4.1 أو يبي يرفع إلى 4.3.3، ما يبي الفيرجنات الجديدة اللي نزلت أساس إنه ينزل الجيل بريك على جهازه. فأول شيء لازم تكون مسوي جيل بريك من قبل، أعيد وكرر، لازم تكون مسوي جيل بريك من قبل، ولما تدخل على السيديا يكون في عندك نفس الصورة هذه اللي طالعت لك. مثل ما احنا شايفين فوق في عندك ملفات SHSH تكون محفوظة بالسيرفر للسيديا. في عندنا مثل ما احنا شايفين 4.1 4.1.0 4.2.1 4.2 بيتا 3، اللي عنده 4.3.3 وال 4.3.4 وال 4.3.5 راح يكونون مكتوبين بجانب الفيرجنات. فهذه الصورة تبين لك ان انت ممكن تسوي داونجريد حق اي فيرجن من هذين الثلاثة. ممكن تلقى ناس في عنده هذا وهذا واللي بعدهم، او تلقى عنده بس 4.3.4 او 4.3.3 واللي بعده، هذا ممكن انه يسوي داونجريد وممكن انه يسوي ابديت على اي فيرجن من هذين. فالطريقة ان ندخل على السيديا حق اللي عنده يبي يسوي ابديت، او اللي كان عنده السيديا شغال بس يتأكد ان هل هذيل الفيرجنات كانت موجودة عنده او لا، على حسب ما شرى الجهاز. اذا كان مسوي جيل بريك من قبل، لازم تكون مسوي جيل بريك من قبل، تأكدت ان انت مسوي جيل بريك وتأكدت من الفيرجنات انها موجودة عندك. الحين هي حق الطريقة شلون ان انت تسوي اللي هي الابديت او الداونجريد. اول شيء الايتونز لازم يكون مسكر، ما نفتح برنامج الايتونز مثل ما احنا نضغط مسكر الايتونز. الطريقة طبعا انا الحين قاعد اعرضها على الماك، راح احط لكم شنو اللي راح نسويه بالنسبة حق الويندوز. اوكي، سكرنا برنامج الايتونز، راح نروح بالنسبة حق الماك go to folder ونكتب /etc/go، راح يفتح لنا ملفات سيستم وندخل على ملف الهوست. بعد ما نفتح الهوست راح يطلع لنا الملف هذا. مثل ما احنا شايفين ان بالنسبة حق الهوست في عندنا مكتوب 127.0.0.1 واللوكال هوست والبرودكاست هوست لوكال هوست لوكال هوست. تحتهم ننزل لآخر سطر، ننزل راح نكتب 7.4.208.10.249.10.249 مسافة gs.apple.com. اوكي، بعد ما نكتب الهوست راح نضغط على فايل سيف او سيف از، راح تطلع لنا الايكون هذه، نختار منفذنا على الديسكتوب مثل ما احنا شايفين. سيف راح نتسير لي على الديسكتوب، نسكر الهوست فايل، نغير اسمه نسميه host hosts ونشيل .txt، راح نقول لك remove، نقول على remove، راح يصير بس ناخذه ونضيفه داخل الفولدر. بعد ما ناخذه ونحطه داخل الفولدر مكان الهوست اللي موجود، راح يقول لك ان في عندك انت من قبل برنامج او فايل اسمه host واسمه غيرت التفيشل. إذا تبي تسوي تغيير هذا الفولدر هذا تبقى تنتقل، راح
أقول لك إنه موجود عندك من قبل، تغيره ولا لا؟ تروح على ريبليس وراح يغير الهوست اللي موجود عندك وتخزن الهوست الجديد. أوكي؟ أوكي؟ طبعاً بعد ما ننقل ملف الهوست إلى مكانه ونغير نطق ريبليس راح يتغير معانا، وبكذي راح نفتح بعدها الايتونز. بعد ما نفتح برنامج الايتونز ونوصل التليفون، الطريقة هذه عشان يصير او انه تقدر تسوي الابديت او تسوي ريستور على الفيرجن اللي تبي، لازم تسوي ريستور. كلمة ابديت ما راح تفيدك، لازم تسوي ريستور. طريقة الريستور ان انت راح تنزل الفيرجن من عن طريق الانترنت اللي هو اللي انت تبي، سواء كان 4.2 او 4.3.3، اي فيرجن موجود عندك بالاس اتش اس اتش تقدر تنزله مره ثانيه. فخلونا طبيعي ننزل ال 4.3.3. بعد ما ننزله راح نضغط على الماك، نضغط على كنترول سوري الت، ونضغط على ريستور، راح يفتح لنا الفولدرات ونختار الفيرجن اللي نبي ننزل عليه الجهاز. بعد ما ننزل على الكمبيوتر نختاره. بالنسبة حق الويندوز راح يكون نضغط على شيفت بعدين على كلمة ريستور، راح يفتح معانا الفايل ونختار اوبن. اذا لا سمح الله صار في ايرور، ما سوى الريستور او ما سوى الابديت، اللي عليك انك تسوي تحط الجهاز في وضع الدي اف يو مود. الدي اف يو مود اللي هو تضغط الهوم بوتن مع الباور اللي فوق لمدة 10 ثواني، بعدين تشيل صبعك من على الباور اللي بيطفي الجهاز وشغله، بس تظل ضاغط على الباور الهوم بوتن لمدة 10 ثواني ثانية، راح يطلع لك ان الجهاز في وضع الدي اف يو مود. بعدها توصله وتضغط على شيفت بالويندوز او الت بالماك على كلمة ريستور، تختار الفايل وتضغط على اوبن، راح يسوي لك ريستور على الفيرجن اللي انت تبي. بهالطريقة راح نسوي ابديت او داونجريد بالنسبة حق الفيرجن، وهذه تشمل كل الأجهزة سواء كان آيباد 1، آيفون، الآيبود، ما عدا جهاز الآيباد 2. الآيباد 2 ما راح تقدر تسوي الطريقة هذه، تسوي له داونجريد. اللي راح يشتغل معك الآيفون 4 والآيباد 2 والآيباد والآيبود جميع الجنريشن هذا. بشذي شفنا الطريقة شلون تسوي الداونجريد أو الأبديت. إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، تابعونا إن شاء الله بالفيديوهات الجاية، لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناة، كومنت ضيفونا. بالنسبة حق اللي عنده سؤال أو استفسار ممكن إنه يبعث لي عن طريق التويتر وإن شاء الله راح أرد عليه. يعطيكم ألف عافية وشاكر لكم متابعتكم، ومع السلامة.